بعدين نزيد نطرح لك سؤال آخر من الطرف الآخر. هناك من قال باللي أنت فقط خرجت باش تنتقم، هل بالفعل تخرجت باش تنتقم؟ والله يا أستاذ هذا كلام عاري عن الصحة. هو أي شخص يقول الحقيقة في نظر هذا النظام هو يعني راح ينتقم، حتى ولو كان لم يتم سجني. قبل ما يتم سجني يعني قلت لك يوم انتخابات الرئاسية في 2019 أنا ما صوتش لعبد المجيد تبون، أنا دوت ورقة بيضاء. نعم. هنا هذا الدليل قاطع أنه ضميري كان يأنبني أنني كنت رافض هذاك المسار، أنني ندعم نظام مجرم نظام فاسد. إذا أنت راك تشوف أن معركتك هي معركة تاع الأحرار، هي معركة أنت أن هذا النظام هو خطر على الشعب الجزائري، هذه المافيا اللي ولت مافيا إرهابية خطر على الشعب الجزائري، وبالتالي ما خذيتش بها الاعتبار حتى قضية أنك تنتظر اللجوء أو كما قال البعض، ما خرجت باش تنتقم إنما خرجت باش تفضح هذا المجرمين. طيب خلينا ندخلوا في لم أخرج لأنتقم من أحد، أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع أحد، أنا خرجت لنوصل معلومات حقيقية ومعلومات دامغة ومؤكدة للشعب الجزائري، ونوصل رسالة أيضا للناس المغرر بهم باش يتوخوا الحذر ويحتاطوا من هذا النظام، ما يصرى لهمش كما صرى لي أنا. هذا هو الهدف تاعي. مهم جدا، خاصة هذا الهدف المثير. احنا نعرفوا باللي هناك المخابرات الإرهابية راهي عندها آلاف العملاء في كل القطاعات، وأنها في النهاية كثيرا ما تستخدمهم، وأحيانا تقوم أيضا بتعذيبهم أو بسجنهم أو بحفظ ملفات عليهم باش يبقوا دائما عملاء ويبقوا دائما تحت الأوامر. ومرات يتصرفوا معهم كالعبيد، يعني حتى انت في حكاياتك معايا سواء العام اللي الناس سمعوها او الخاص، يعني كيفاش انهم يتعاملوا مع الشعب الجزائري او ليكونوا معاهم احيانا بما فيهم مسؤولين كبار كعبيد يعني.